صباح الخير عليك وصباح الخير على الساده المشاهدين. احنا دايما لما بنيجي نتكلم عن السيارات المتنقله وانا الان موجود في الجيزه ما بنتكلمش على محافظه الجيزه بس، احنا بنتكلم على 27 محافظه. كل مديريه من مديريات التموين بتنظم عدد كبير جدا من السيارات المتنقله ده جنبا الى جنب مع السيارات الخاصه بالقوات المسلحه، اضافه الى سيارات الشرطه المدنيه والتي تنتشر ايضا بالميادين الرئيسه، والهدف هو تقريب السلعه للمواطن بتخفيضات كبيره. عمليه انتشار تلك السيارات التي توجد بالميادين الرئيسه كالميدان الذي اتواجد فيه الان وهو ميدان الطوابق، وهو من اكثر الاماكن تكدسا بالسكان، بتكون في الاماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكيه، وبالتالي فان الدوله او وزاره التموين بتحاول ان هي تعوض النقص او عدم وجود مجمع استهلاكي في مكان معين بامدادها بتلك السيارات والتي تقوم ببيع السلع الغذائيه للمواطنين بتخفيضات تتفاوت ما بين 20-25%، ولكن في اللحوم بتصل التخفيضات في تلك السيارات الى حوالي 40%، فاللحوم الطازجه تخرج من هذه السيارات ب 100 جنيه او 90 جنيه حسب نوع اللحمه، سواء كانت كندوز سواء كانت سوداني عفوا او كانت برازيلي. ان تحدثنا عن التخفيضات التي توجد في هذه السيارات فاننا نتحدث عن تخفيضات كبيره. هذه السيارات جزء منها هو سيارات خاصه بالشباب، بمعنى ان وزاره التموين قامت بتوفير عدد كبير جدا من السيارات وقامت ايضا بامدادهم بكل السلع عن طريق الشركه القابضه للصناعات الغذائيه من اجل تلبيه احتياجاتهم من السلع ومن توافر تلك السيارات ايضا، باعتبارها هي ايضا فرصه عمل للشباب، وايضا بتساهم هذه السيارات بانتشارها في الميادين الرئيسه بتقليل استغلال المواطن، بمعنى ان عمليه الاسعار المخفضه والتي توجد بها خاصه وان السلع التي يحصلون عليها من الشركه القابضه للصناعات الغذائيه فان عمليه التخفيض الموجوده عليها بتكون عاليه وبتكون ايضا لصالح المواطن. اتعرف بس حضرتك الاول؟ نبيل علي هلال. استاذ نبيل، بقى انا شايفك بسم الله ما شاء الله يعني عندك كل انواع اللحوم وكل انواع الزيوت وغيرها، انا عاوز اعرف بقى منك انت كشاب المشروع ده الفايده بتاعته ايه، وعاوز اعرف التخفيضات اللي بتبيعوها بتبيعوا ازاي؟ يعني كل عام وانتم بخير، الاول رمضان كريم. يعني في تخفيضات على زيت، على عسل، على لحوم برازيلي، مفروم، كبده، كل حاجه موجوده، بط، لحم. ممكن نسمي بس الاسعار الموجوده؟ ده مثلا، لا بغير، بعيدا عن الاعلانات، قول لنا الزيت سعره كام وده واللحمه كام وكل حاجه كام؟ الزيت سعره 16 جنيه، العسل 30، في عندي سمنه المراعي برده 30. ما من غير ذكر اسماء بعد اذنك، من غير ذكر اسماء، اللحوم عامله كام؟ اللحوم عامله 60 جنيه كيلو، 60 جنيه برازيلي، وفي عندي اللي هي المكعبات، وفي عندي اللي هو المفروم برده 60، وعندي 2 عرض فراخ ب 50 جنيه. شكرا جدا استاذ محي. يعني المواطن هيقدر يسالك وانت مدير عامل رقابه بمديريه تموين الجيزه، ياكلوا وهم مطمنين وعلى اي اساس؟ مطمنين، لان السلع دي بتبقى تبع اشراف، تبع اشراف وزاره الصحه وزاره التموين، ومتوفره لكي المواطن لا يجد صعوبه في الحصول على هذه السلع، ومتوفره باسعار مخفضه عن بره، وفي تخفيضات زي ما انت قلت حضرتك من 20 ل 25% في السلع، وتصل ل 40% في اللحوم الطازجه. احنا بنعمل كل ده، العربيات منتشره في جميع انحاء المحافظه لكي المواطن يحصل على السلعه بكل راحه وكل سهوله ولا يجد اي صعوبه في الحصول عليها. بشكرك جدا، يعني 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 كما سمعنا ان الهدف هو في النهايه هو المواطن، ولكن هذه السيارات تاتي جنبا الى جنب الى المجمعات الاستهلاكيه والتي تنتشر ايضا ب محافظات الجمهوريه بواقع يصل الى حوالي 1450 مجمع من اجل توفير كل احتياجات المواطن من كل السلع والتي لا يوجد بها نقص. دائما ما تاتي تصريحات وزير التموين لتؤكد ان الاستراتيجي امن من كل السلع سواء من اللحوم او من السكر او الزيوت او غيرها من السلع الاخرى. اليك شكرا لك رمضان شحات مراسل النيل، كنت معنا من محافظه الجيزه وبالتحديد من منطقه الطوابق متابعا للمنافذ المتحركه التي تقوم ببيع السلع الغذائيه والاستهلاكيه. شكرا لك مشاهدينا.